فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فاتتني السنة الراتبة لصلاة الفجر وقد أردت أن أؤديها وقت الضحى، هل لي أن أجمع بين نية صلاة الضحى وركعتي الفجر بنية واحدة؟ لا، تنوي راتبة الفجر ثم تصلي بعدها ما تشاء من النوافل. نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.